بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا حبيبنا يا كريم. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، أو لكم، إن هذا لمكر، أي وقع، لمكر مكرتموه حقيقة، يقع وقع استسلام السحرة إلى حقيقة إلهية. بل المكاشف اللي جاء به سيدنا موسى عليه السلام لا يمكن وصفه بسحر أو مقارنته بأي نوع من السحر. سحر فهو حق من الله. من ألقي العصا ألقاها فالتهمت كل حبائل سحرة فرعون. قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، يعني بالضبط يحدد كما كل تروب بدي حد بدي يدي في شلغت ولا شغل والعياذ بالله من ضر قردة وخنازير، نار الله على الظالمين. إن حتى مع العلم على وقت اللي يا أخو صحح السيني اضرب المليح اللي عنده خبرة في علم الخط جرافولوجيا، اضرب المليح الراجل ملبس في مخه طلبيزة مصورة، تلقاه يضغط على القلم حتى يخرج منه أقصى ما يمكن خروج الحبر أو ما شابه الحبر، باش يوري اللي هو ما كيف حد، حتى حد ما ينزل كيما ينزل هو. ثم بعد ما يتم التوقيع يعرضها، هاو شوفوا يا عالم أنا من أنا. هو إنسان يا ربي لا كما تقولش مكر به، أنه فضح نفسه حين عمل لك، عمل لك يا عالم كل الحاضرين مباشر وغير مباشر عن طريق الإنترنت وغيره وغيره، وعن طريق الميديا متاع أمريكا وما أدراك كيف سكاي نيوز وغيره. نسأل الله السلامة.